من محاسن الأخطاء، يعني الإنسان يخطأ خطأ، من محاسن هذه الأخطاء أنك تكتشف الشخصيات المحيطة بك، المحب لك يواسيك ويعني يعينك، وتجد أن هذا الإنسان يعني كان معك وعذرك. من الناس من يشمت بك، يظهر عليه ذلك عندما تخطأ أو تزل، من الناس من يستغل هذا الخطأ لي يعني يهجم عليك. هذا ليس يعني ذريعة إلى الإنسان أن يعني يخطأ أو يزل أو يعني يجعل هذا الخطأ في المكان الأعلى، لكن على الإنسان أن يتنبه، لأن الناس تكشف في مثل هذه المواقف. فإذا الإنسان انكشف الذي أمامك، يعني تتعامل مع هذا الإنسان على حسب ما ظهر منه، هل هذا عدو، هل هذا محب، هل هذا إنسان يعني عقله صغير، هل هذا إنسان عقله كبير، هل هذا إنسان يعني أتخذه صديقا في المستقبل، هل هذا الإنسان أستغني عنه. فيكون هذا الموقف يعني مفيد من جهة كيف تتعامل مع من يحيط بك.